غالي، يكشف أرباح صيادلة المغرب من بيع الدواء. كشفت الدكتورة الصيدلانية عزيز غالي الأرباح التي يجنيها الصيادلة المستثمرون في بيع الدواء للمواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن الأرقام التي نشرها المجلس الأعلى للحسابات حول أرباح الصيادلة تتضمن مغالطات. وقال غالي خلال حلوله ضيفا على برنامج أشكين مع هشام إن ثمن بيع الدواء للمواطن يتكون من سعر الإنتاج، الضريبة على القيمة المضافة، هامش ربح الموزع، وهامش ربح الصيدلي، مضيفا أن هامش ربح هذا الأخير يتراوح ما بين 47 و 57% من ثمن إنتاج الدواء وليس من ثمن البيع.